اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ بتاعنا متنوع، بساطه، سهوله، مرونه. كتير اسئله على السوشيال ميديا، حته اللحمه اللي ما بنيجي نشويها، الستيك المشوي او الاسكالوب بيشد مننا، ما بياخدش نفس الطعم او الفليفر بتاع التتبيله، اللحمه بتبقى ناشفه. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل ستيك مشوي النهارده مع صوص المشروم او مع المشروم. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وايه القواعد الرئيسيه لشوي اللحم لازم نعرفها مع بعض. معانا مكرونه بينا النهارده بالفلفل المشوي. فلفل دلوقتي في السوق، في ايام الشتاء الخضروات بغرقها السوق من خير ارضنا. هناخد الفلفل ده نشويه مع توم مع زعتر مع بصل مشوي، ونعمل صوص لطيف وجميل نقدمه مع مكرونه بينا لطيفه وجميله. اما الحلو النهارده حلو طفولي، بيفكرنا بايام الطفوله، البسكويت طبقات مع الكريمه والفراوله، والفراوله يا بتاع الفراوله طعمها لطيف جميل مسكر دلوقتي برضو من خير ارضنا، بنصدرها للدنيا كلها. تعالوا نشوف نعملها ازاي مع طبقات البسكويت مع كريمه او مع كريم شانتيه حسب الرغبه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل وفي شويه شغل وفي شويه ابتكار طهوي، فخلونا نطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله باقل تكلفه ممكنه تقدري تخش المطبخ وتنوعي من السفره بتاعتك والأطباق اللي بتقدميها لأولادك. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا خطوات سير العمل معانا اذا عندنا منيو زي ده بمكوناتنا زي دي او الماتيريال بتاعنا نبدا بيه. معانا ستيك مشوي مع المشروب او لحم مشوي مع المشروب، معانا مكرونه بينا بالفلفل المشوي، معانا طبقات البسكويت. في قواعد المطبخ حاجه اسمها الميزنبلاس اللي هو التحضير، تقشر شويه ثوم، تقشر شويه بصل، تعملي المهلبيه، تتبلي اللحمه، وهكذا من الحاجات اللطيفه الحلوه دي. فخلونا نبدا بالمكرونه البنة، خلونا نبدا بالمكرونه البنة بما ان احنا هنشوي الفلفل المشوي في الفرن، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا مكرونه بنة، معانا فلفله ملونه، معانا بصل، معانا طبعا شويه روزماري، شويه زعتر، افكار بسيطه وسهله ولكن طريقه التقديم والفليفر والطعم مختلف. المقادير شفناها مع بعض، لا تتناول اصابع اليد الخمسه، ولكن الطعم بالتاكيد جديد. هنبدا نعمل اول حاجه نشوي الفلفل، ده الطبيعي، فعشان كده هياخد وقت مننا، فتعالوا نقطع الفلفل ده كده ونبدا نشويه. معانا الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، طبيعي بنشيل البذور منه، وده اللي بتكلم عليه اللي هو التحضير اهو، الشكل ده كده، ونرصه كده هنا. اطباق سهله وبسيطه، مش كل يوم مكرونه بالطماطم، مش كل يوم مكرونه بالبشاميل يا ست الكل، نوع من مطبخك اهو. فلفل اخضر بالشكل ده كده، معاها توم، في توم هنا حلو، فصوص توم سليمه زي الفل، بصل مشوي، كل ده هينضرب في الخلاط بعد الشوي. حاجة جديدة للأولاد، قيمة غذائية، عناصر غذائية بداية من البصل والثوم والفلفلة الملونة الغنية في فيتامين سي. فيتامين سي مش موجود في البرتقال واليوسفي بس ولا الجوافة بس، موجود في بعض الخضروات زي الفلفل الألوان. كل دول مع بعض زي الفل، هنتبلهم مع بعض. ده عود روزماري كده، مخرجنا الجميل بيحب الصورة الحلوة الطبيعي. حلو، كل دول مع بعض. عايزاها سبايسي، بنحط القرن الفلفل ده كده معاها. معانا شوية زيت زيتون، كل دول في قلب الفرن زي الفل. البهريز بقى بتاعهم نتيجة السوائل اللي هتنزل من الخضار وزيت الزيتون، رشة ملح لطيفة حلوة تحافظ على لون الخضار. درجة حرارة الفرن عندي 180، بنحطها على الشبكة في النص. دي أول حاجة بدأنا بيها، أهي زي ما هي كده الصورة الحلوة دي كده في قلب الفرن.
دي أول خطوة. ليه بدأت بيها يا شيفنا؟ علشان دي بتاخد وقت شوية، والصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها بتشكيلة خضار لطيفة شتوية من خير أرضنا. هتتشوي الخضار ده وبعد كده نكمل مع بعض طبق المكرونة. نكمله إزاي؟ المكرونة هنا بنحلها في مية مغلية، بنجهز الصلصة اللطيفة دي، وبعدين بنقلبها مع الصلصة ونقدمها. حبة تقدمية معاها جبنة موزاريلا، جبنة برمجان مبشورة، جبنة شيدر حسب الرغبة. نخش على الطبق الثاني اللي هو الستيك المشوي بالمشروب. مقاديره على الشاشة، مقاديره على الشاشة. لحم شرايح كندوز يفضل معانا، ومعانا مشروم، معانا فلفلة حلوة، معانا كمان زعتر وروزماري، ثوم وبصل، زبدة في المكونات بتاعتنا، ومعلقتين دقيق. المقادير بسيطة وسهلة على الشاشة. والمشروم هنا طبعا لطيف وشكله حلو، المشروم الشتوي غير الصيفي طبعا بيبقى لطيف ويفتح النفس. ومعانا اللحم الشرايح بتاعتنا، اول حاجه هنبدا بيها تتبيله حته اللحمه. معانا كسروله ازاز، وتعالوا نشوفوا ازاي هنتبل اللحم مع بعض. نجهز التتبيله بتاعتنا مع بعض كده، شويه ثوم حلوين. بعض المطابخ الغربيه بتستخدم خل بلسمك، سعره غالي شويه، بديل له خل التفاح. عينيا نشيل دي من هنا. حلو، ادي توم وخل. ليه خل يا عم الشيف بقى على التوم؟ قول لنا واشرح لنا ليه بتضيف ده على ده. ده مهم جدا على فكره. اضافه التوم والخل او الخل عموما لتتبيله اللحمه لسببين. ايه هما؟ الاول اي مشكله مع الزفاره، اي مشكله في حته اللحمه الخل بينهيها، دي رقم واحد. رقم اتنين بيساعد على تسوية اللحمة سريعا. خل جاية من تخليل، لا ده روزماري. حلو، بنقطفه كده، عايز الورق بتاعه. ونتبل حتة اللحمة بتاعتنا بالفلفل الأسود والملح وبعض الأعشاب. والخل ما تكتريش منه كتير، لان طبعا ممكن يكون في حموضه، في مشاكل مع الحموضه، الحاجات دي كلها. يبقى احنا كده ايه، بنحط المعقول. دي معلقه فلفله حلوه مع زيت زيتون وفلفل اسود في التتبيله. ده زيت زيتون. ونسيب اللحمه دي، يفضل طبعا انك تتبليها من بالليل للامانه عشان نبقى واضحين مع بعض. شويه الملح التمام، شويه الفلفل الاسود الحلوين بايدك كده زي الفل. هناخد اللحم ده يا عم الشيف، بعد ما نقلب الخلطة الحلوة دي كده الطبيعي. شفتي التتبيلة دي بقى؟ هي دي بسيطة وسهلة. عايزة تبشري بصل وتحطي مية البصل، أهلا وسهلا. تبشري طماطم وتحطيها، بس ده طعم شرقي، خلينا في الطعم الغربي اللي هي التومة، البصلية الناعمة، الروزماري والزعتر، الخل البلسمك او خل التفاح بديل له، الزعتر والروزماري والملح والفلفل. هناخد حته اللحمه الحلوه دي كده زي ما هي. يفضل تتبيله اللحمه قبل الشوي بساعتين زي الفل. الله، ربنا يكرمك يا عم الجزار. حته لحمه حلوه، خلي بالك ما تتخضيش لما حتة اللحمة لونها يتغير، لأن الخل بيغير لون حتة اللحمة بعد التتبيلة، بعد تركها في التتبيلة لمدة ساعتين. فلازم تكون عندك الثقافة الطهوية، إيه التوابل اللي ممكن تغير لك حتة اللحمة أو صدور الفراخ أو أي فلهات أنت بتتبليها، سواء بزبادي، سواء بتوم، سواء ببصل، سواء بخل. ولازم أوضح المعلومة دي عشان ما تظلميش الجزار. الجزار مدينا حتة لحمة ملبسة زي الفل. التتبيلة دي نخليها كده عليها وعلى جنب. حلو الكلام. دي كده زي ده التحضير، ده اللي انا بتكلم عليه اللي هو الميزنبلاس. يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل. عندك وقت، كنت معزوم على الغدا النهارده، جوزك قابض وتغدينا بره وتعشينا بره، خش المطبخ بتاعك حضري شويه حاجات زي تقشير بصل، تقشير ثوم وفرمه وحطه في التلاجة. الحاجات دي مطلوبه على فكره. تعملي شويه صوص طماطم وتخليهم في التلاجة.
جنزبيل عندك تقشريه وتجهزيه في التلاجة، الحاجات دي كلها مطلوبة انك تكون حضر. عصير ليمون وتخليه في التلاجة، الحاجات دي مهمة جدا، بتخليك تقف في المطبخ تسعفي نفسك وما توقفيش وقت كبير، وده مهم جدا. نشتغل في ايه بعد كده يا عم الشيف؟ طبيعي الطبيعي ان احنا هنجيب الجريلا بتاعتنا من الفرن عشان نكسب وقت ونشوي اللحم بتاعنا ده كده، ولكن كده انا شغال غلط. هنتكلم الصراحه، وانتوا عارفين الشيف المغازي صادق مع حضراتكم وواضح. حته اللحمه دي المفروض تقعد في التتبيله ساعتين، فاحنا معناش وقت ساعتين، ده هناخد دقيقه زياده بالعافيه، وبنعمل واسطه عليها، ولازم نحترم قوانين العمل. ادي الجريلا بتاعتنا سخنه في قلب الفرن، اللهم صل على النبي، واخليها تسخن كده شويه، وابدا احط اللحم بتاعنا ده يتشوي عشان ياخد وقته في التسويه. اوعي حذاري تشوي برجر، بتشوي سمك فيليه، بتشوي جمبري، بتشوي لحمه زي ما هشوي دلوقتي، بتعملي شاورما. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا على فكره. اوعي تحط على جريلا بارده او على طاسه بارده، ويفضل شوي اللحم في الحاجات اللي هي المعادن الزهر. وعلل ليه الزهر يا عم الشيف؟ لان الزهر بيحتفظ بدرجه الحراره اكبر وقت ممكن، غير الحديد المطاوع. احنا كنا ندرس في الثانويه وفي الاعداديه ايه الفرق بين الحديد المطاوع والحديد الزهر. حديد الزهر قابل للكسر، ما بينتنيش كتير، اما المطاوع اسمه مطاوع، حتى جايه من يطيع مطاوع، ممكن يتني بسهوله، ممكن نشكل منه اشكال هندسيه وهكذا. لسه فاكر الحمد لله. تعالوا الطاسه بتسخن على النار، نبدا نشوي اللحمه مع بعض واحنا واقفين كده، ونشم حته اللحمه الحلوه اهي. اللهم صل على النبي، هو ده هو ده هو ده. سمع الصوت ده؟ لو ما سمعتش الصوت ده وانت بتشوي اللحمه او بتشوي سمك او بتشوي برجر، تبقى هنا في مشكله عندك. حته اللحمه هتنشف، الصوص بتاعها والبهريز بتاعها، الجريلا او الطاسه هتنشفه وتبقى معاكي ناشفه. خلي بالك مكان شوي اللحم ده انا عايزه، هنخليه معانا كده زي الفل. نسيب دول على النار، ومكان الشوي ده انا عايزه، هستفيد بيه، هعمل منه بقى الصوص والبهريز اللي انا عايزه. حط عليه شويه زيت كمان كده، وعندنا مشروم لطيف وجميل. ناخد المشروم بتاع ده نقطعه. الطريقه السليمه لتقطيع المشروم مع فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي، الاخراج الجميل والصوره الحلوه، ازاي نقطع المشروم عشان تبان شخصيته في قلب الطبق اللي بنقدمه، سواء مكرونه، سواء شوربه، سواء بنقدمه مع لحم مشوي، لازم المشروم تبان شخصيته. فاحنا ممكن نقطعه بطريقه غلط، وفي نفس الوقت ما يبانش شكل المشروم في التقطيعه او في الطبق بتاعنا. ايه الطريقه الصح واحنا مع بعض؟ اهو تقطيع المشروم كده غلط، خلي بالك ده كده غلط، على اكس. حلو الكلام. طب الصح ايه يا عم الشيف؟ قول لنا. اهو ده. شفت الشخصيه بتاعته؟ هو ده. حتى لما بتشتري مشروم معلب او محفوظ، يعني من الحاجات المعلبه، بتلاقيه حاطينه في علب التعليب بنفس التقطيعه دي. حلو الكلام، حلو الكلام. وانا شغال كده زي الفل، مشروم طازه، طالما الحاجه موجوده عند بتاع الخضار استخدمي الحاجات طازه، لو ما لقيتوش هاتي علبه مشروم عاديه واستخدميها. شوربه مشروم بالكريمه، احنا في ايام الشتاء محتاجين نعمل شرب كتير. مكرونه بالمشروم، طاجن لسان عصفور بالمشروم، مشروم مشوي، مشروم مقلي عملناه قبل كده. الله، التقطيعه الغا، حتى لو لاحظتوا ان تلاقيها هي كده في وسط التقطيعه شكلها يعني مش لطيف، شفتوا السمار بتاعها؟ احنا نخلص منها كده زي الفل. تمام، خلصنا من تقطيع المشروم، هناخده ننزله في البهريز مكان اللحم اللي تبلناه ده الطبيعي. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ معانا شويه بقدونس حلوين، معانا من الزبده مكعبين. الله عليك يا عم الشيخ.
ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال وايه السرعه دي؟ ايه اللطافه دي؟ معانا معلقتين دقيق، ده المطبخ، هي دي البساطه وهي دي السهوله. الكركبه ماليش فيها والكلكعه ماليش فيها. اه يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني انا المطبخ بتاعي سهل وبسيط. اه معلقات الدقيق دي هتلعب دور البطوله هنا، هي اللي هتدي لي الجوس وهتدي لي البهريز وتدي لي القوام. كمان معلقه ونقلبهم مع بعض. اللحم بيتشوي، يلا بينا. اهو لغاية دلوقتي يا عم الشيف احنا فاهمين بتعمل ايه. اهو اهو خلي الخلطة دي كده على جنب ونبص على حتة اللحمة وصلت لغاية فين معانا. اهو حلو قوي. تعالوا نقلب اللحمة دي مع بعض ونشوف جمال حتة اللحمة وحلاوة حتة اللحمة. ايه الحلاوة دي؟ مش عايز امشي من جنب الطاسة والحتة اللحمة فيها بتتحمر. استاذن حضراتكم، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف يعني ايه مزمبراس، يعني ايه تحضيرك للمطبخ، يعني ايه قواعد عمل الاكل بطريقة سهلة وبسيطة حتى لو كان من المطبخ الغربي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ده الصوص بتاعنا بتاع المشروم. فكرة ان انا احط مع الزبدة معلقة دقيق والمشروم وخلطة تتبيلة اللحمة، والحتة اللحمة هنا استوت زي الفل، هديت عليها النار الطبيعي عشان ما تنشفش مني، اخليها كده على جنب. وتعالوا نخش على اللي بعده. طبعا في الفاصل عشان المصداقية والشفافية، ده دورنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الفلفل اللي أنا شويته في الفاصل، قصدي في قبل ما أطلع الفاصل، طلعته من الفرن وحطيته في الكبة بتاعتي، هفرمه بكسب وقتي علشان حضراتكم تشوفوا في الآخر صورة حلوة، وهي دي الشطارة. أهو الفلفل اللي كان بيتشوي طلعته بعد ما برد شوية وحطيته في قلب الكبة، وهضربه دلوقتي بالايه؟ بالخلاط. ده الطبيعي اهو. حلو؟ تعالوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. تمام. طعم المشوي وريحه المشوي في قلب الفلفل. هتيجي تقولي لي بقى ونتفلسف ونقول طب ليه ما قطعتش الفلفل وحطيته لا، ان الحاجه تتشوي بيبقى لها طعم، وان الحاجه تتحمر في قلب الطاسه لها طعم. ولازم نفهم ثقافه المطبخ ان طريقه السوى سواء بنطبخ على نار غاز طبيعي غير غاز الانبوبه غير نار الحطب غير النار العاديه بتاعه الشعله بتاعه الجاز، كل ما تنوعت نوعية الوقود أو طريقة الطهي بيختلف في الطعم. خلي بالك لازم تعرف الموضوع ده. تعالي مثلا للزمن الجميل كده لما كنا نساوي البطاية ولا نساوي الرز على الحطب والقش بتاع الريف المصري، بالتأكيد الطعم ده مش ممكن ننساه، لا الزمن الجميل ولا الأيام الحلوة. تطورت الأمور وخدنا أنبوبة البوتاجاز، الطعم اختلف، دخل الغاز الطبيعي في كل البيوت المصرية في كل أنحاء الريف المصري والصعيد المصري، الطعم بيختلف وبيوفر عليك وقت.
برضو اتطورنا وجبنا بوتاجازات وتاتش والجو ده الطعم بيختلف وهكذا. ليه اتكلمت وقلت الكلام ده؟ لان طريقه شوي الخضار بالتاكيد طعمها بيختلف مع طعم المكرونه. ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. الصوص بتاعنا المشروم اللطيف الحلو اهو، شايف الحلاوه دي والجمال ده اهو، حلو قوي. حته لحمه مشويه جاهزه فيها البهريز، ممكن نقدمها في نفس الطاسه بالشكل ده كده. أمرني ما عشان النار يا حبيب قلبي، بس أنا ساكت ساكت حبيبي. أهو تعالوا مع بعض نقدم اللحمة بتاعتنا ونقدمها لحضراتكم كده عشان نخلص منها. عندي حلوة هياخد مني وقت، خلي بالك. والطاسة الحلوة دي يا عم الشيف، سامع صوت اللحمة ده؟ اهو اقرب منه اهو، اهو ده. الله الله الله. ناخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، ونقدمها هنا. فين قول؟ اهو اهو. طيب خرجنا الجميل ورايا علشان الصورة تطلع حلوة. كلنا من الصغير للكبير يجتهد لإخراج صورة حلوة. عايزين نقدم صوص المشروب مع حتة اللحمة المشوية دي كده في قلب الطاسة. ميزة الطاسة دي وميزة الزهر أو المعدن عموما يعني بيحتفظ بالأكل يخليه سخن، والحاجات دي موجودة في المطاعم بنشوفها، ممكن تعملها لجوزك عادي. الصوص ده عايز شوية شوربة. نحط دي هنا عشان نسلق فيها المكرونه. شفت انا شغال ازاي؟ شفت الصوص الحلو ده كده هو ده. الله، بص على الصوص، انا هشيل دي من هنا عشان تدلع الصوص الحلو ده كده، اللون البراون الحلو ده كده. شفت ده جه منين؟ من الزبده والدقيق والمشروم بتاعنا. دي صوص المشروم ده اللي بنشوفه في بعض المطاعم، بيتقدم مع برجر، يتقدم مع لحم مشوي، مع فراخ مشويه، الاسترجانوف اهو. ده ناقصه قطع من اللحم، شرايح من اللحم بقى استرجانوف، ودخلنا في مطبخ تاني. ناخد الصوص الحلو ده كده ونحط منه شويه كده، الله، ونقدمه كده جنب اللحم بتاعنا. ده عدله للامانه شويه رز ابيض. يعني انا لو اكل الاكله دي يا عم الشيف في مطعم اطلب معاها شويه رز ابيض مع الزبده اللطيفه والصوص الطعم الحلو ده كده. خلي بالك لو مفيش رز ابيض يبقى المكرونه اللي هعملها دلوقتي بالفلفل، ده الطبيعي. نشتغل في المكرونه بتاعتنا، نحط الطاسه دي هنا، استنى عليها تسخن شويه. مداياك دي مكانها؟ عينيا. حاضر زي الفل حبيبي، بسمع كلام مخرجنا، طبيعي لازم نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا، هو اللي عينه شايفه اهو. بقول لي روق على حته اللحمه، طبيعي الطبق الحلو اهو. شفت الحلاوه دي كده؟ الجرنش بتاعنا والله اختياري، معانا عود روزماري بما ان اللحمه فيها روزماري نحطه هنا كده، معانا قرن فلفل زي ده كده، تحط ورده من الطماطم ماشي اختياري، زي ما انت عايزه. موضوع الجرنش او البرزنتيشن ده بتاعتك اهو. شفت الجو ده كده؟ حلو قوي. ممكن تحط جنبها بولة رز ابيض في قلب الصوص ده. انا بديكي حاجات وافكار بفتح لك الصوره. حلو الكلام؟ يعني تقدري تقدمي بشكل لطيف وجميل. طماطم زي دي كده هنا بناخدها ممكن نشويها. وخرجنا بيقول لي دلعالي، دلعالي بالمعنى بتاعنا يعني تاخد الشكل الحلو ده كده، ونعمل الورده دي كده. طبعا انت عندك وقت في المطبخ بقى، وانك تجرنش الطبق دي رساله حب لاولادك وجوزك واسرتك. دايما بقول تقدري التقديم رساله حب لاسرتك. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هناخد الصوص اللي احنا ضربناه في الخلاط عشان نكمل المكرونه بتاعتنا، شويه زيت هنا وشويه زيت هنا مع رشه ملح جريئه
عشان نسلق المكرونه بتاعتنا تحل شويه، لانها خليها تكمل سوا في قلب الصلصه بتاعتي دي. المكرونه هنا قواعد سلق المكرونه: ماء مغلي، زيت اي نوع زيت، زيت زيتون، زيت عادي، مع رشه ملح. اوعي حذاري تحط المكرونه في ميه مش مغليه. ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ المكرونه هتتكسر منك وتعجن منك. يبقى لازم لما اجي اسلق مكرونه حاجتين: اضافه الزيت عشان المكرونه ما تعجنش، رقم اتنين تكون الميه مغليه. والميه المغليه اهم خطوه. هتقولي بقى انا احط المكرونه والميه والاتنين يستووا مع بعض او الاتنين يغلوا مع بعض، كده انت دخلت في قصه المكرونه دي هتلاقيها عجنت واتكسرت منك، لان المكرونه مش رز. الرز حاجه طبيعيه طالعه من الارض، محصول يعني. اما المكرونه تصنيع، دي سميد ناعم مع بيض مع زيت مع رشه ملح، دي مكونات عجينه الايه؟ المكرونه، سواء اللازانيا سواء البنه سواء الاسباجيتي. المكرونه هنا في طريقه للسوى، بناخد الصوص الحلو ده كده بنحطه هنا، اوعى وشك. حلو. بناخد شويه ميه من سلق المكرونه ونحطهم هنا. الله، زلزال زلزال. حلو، لان هكمل سلق المكرونه هنا في الاخر. نقلب دول كده مع بعض. شفت الصوص ده كده؟ دوري بقى في مدارس المطبخ، مش هتلاقي غير عندك انت وبس. في حاجات كتيره، في توم، في بصل مشوي وتوم مشوي، روزماري مشوي، زعتر، فلفله ملونه، بصل، كل ده مع بعض يغلى على النار. نبدا نحط شويه بهارات من الفلفل الاسود. بالله حبيبي يا مخرجنا بيقول لي ينفع لازم نقول بيحصل ايه في الكواليس، عشان الساده المشاهدين في انحاء العالم اللي بيتابعونا بيحبوا بعض التفاصيل والكواليس، حتى لما نيجي نصور مسلسل وفيلم يهمهم الكواليس اللي بتحصل في التصوير. نفس القصه معانا هنا، خلي بالكم. بيقول لي ممكن نحط معلقه سكر، مخرج شاطر، طب اعمل ايه؟ تفوق في الاخراج وعايز يتفوق في المطبخ عليا. احط طب معلقه سكر في حاله اضافه طماطم، لو انا احط معجون طماطم بالذات او طماطم، لان معلقه السكر بتلغي الحموضه اللي موجوده في الطماطم، فانا دي ما فيهاش طماطم خالص. الصوص ده لطيف وجميل. حلو. المكرونه هنا اخبارها ايه؟ عايزه تحل شويه. على المكرونه ما تحل والبهريز والحب اللي في قلب الطاسه ده ياخد غلوه ويتعرف على بعضه بعد ما شويناه في الفرن، هناخد بعضنا ونطلع فاصل نكون روقنا الدنيا، وخلونا ندلع حته اللحمه اللي الجزار الدهالي بكل ثقه فيها تلبيسه ولطيفه وجميله. هناخد فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف طبقات البسكويت بالفراوله، يا بتاع الفراوله والمهلبيه او الكريمه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وشفنا الصورة الحلوة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة كما تقول الصحافة، مع احترامي يعني، لأن احنا الصورة عندنا بتطلع طبيعية، وزي ما حضراتكم شايفين كده على عيدك يا تاجر، اللي بنعمله على عيد البوتاجاز بنقدمه على الطاولة بتاعتنا اللي هي السفرة يعني. حلو الكلام. معانا الصوص الجميل الحلو اللي احنا عملناه وشويناه، فلفل ألوان، بصل من خير ارضنا، توم، فصوص توم سليمه، ومعانا زعتر، ومعانا روزماري، معانا زيت زيتون، كل ده دخل الفرن اتشوى. بعد ما اتشوى ضربناه في قلب الكبه او في قلب الخلاط اللي جايباه من المصروف، مفيش مطبخ مفيهوش خلاط. وبقى عندي صوص لطيف وحلو ازاي؟ ممكن، وده اختياري، تحط كريمه لباني هتبقى حلوه، انا بحبها مع الكريمه اللباني. ممكن تحط جبنه بارميجان، ممكن تحط موزاريلا، ممكن تحط شيدر. المكرونه بعد ما حلت بناخدها هنا تكمل سواها.
قاعدة المغازل سلق المكرونة، المكرونة لازم تكمل سواها مع الصوص التابع لها. اهو 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 تنزل كده واسيبها تاخد غلوة يا عم الشيف، واشيل دي من هنا اللي عامله لنا مشكلة. اهو الله اكبر، ونقلبها. خلي بالك لو احتاجت شوية مية ما تحطيش مية من البراد او مية من الحنفية، ازعل منك بقى كده، كده مش بتتابع الشيف المغازل. طب اجيب مية منين؟ من مية سلق المكرونة. اهو اوكي يا امي، اوكي يا اختي، يا خالتي، يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا عروسة، يا حلوة، اوعي تحط مية من البراد ولا مية من الحنفية. ليه يا عم الشيف؟ ايه يحصل؟ الدنيا هتقوم يعني؟ هتفصل الطعم. اما خليكي مع مية المكرونة. اللي انا هعمله دلوقتي هي فعلا محتاجة شوية مية مكرونة. الصوص تقل معايا. اهو اهو، لانه بيسبك على النار. اوعي. اهو دي مية سلق مكرونة فيها الزيت وفيها الملح. واسيبها على النار تعيش مع نفسها، وناخد بعضينا ونشتغل في الحلويات. واللي بنى مصر في الاصل حلواني، وتحيا مصر. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الحلويات اللي انا بعملها كل يوم مش موجوده في محل حلويات، لا هي بقى الحاجات اللي هو الملفي والحاجات اللي هو الجاتوهات دي كلها موجوده، جوزك بيجيبها هو راجع من الشغل، بتيجي هديه من حماتك، من مامته، زي ما احنا اخوكي، وهكذا. ولكن الحلو اللي هعمله ده حلو طفولي، فيه شويه مجهود، فيه شويه تعب. فراوله، ودي موجوده عند بتاع الخضار مغرقه السوق، ده الموسم بتاعها، خزنيها وهقول لك تتخزن ازاي بعد ما نشوف المقادير. معانا مهلبيه اللي هي الكريمه، معموله بالنشا والحليب والسكر والفانيليا، ومغطيها بورق رابل او بلاستيك علشان ما تنشفش. ومعانا بسكويت، ومعانا شويه حب، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. الاساسي هنا في الموضوع المهلبيه اللي هي الصوص اللي انا عامله ده، معانا شويه لوز، هي مزاج اللوز. البسكويت هنا اختياري. هخليها كده عشان مخرجنا والصور. حلو قوي. بنشيل البصله من هنا ونغير الجلافز ده علشان طبيعي بنشتغل في حلو، لا محتاجين بلانشة ولا محتاجين سكينة. نشيل كل ده. قطعي بطيخ، بتقطعي شمام، بتقطعي فراولة، بتقشري برتقان. سكينة، خلي عندك سكينة كده، علميها بالإيد بتاعتها للفواكه، ده مهم جدا على فكرة علشان الفواكه ما تكرفش، يعني ما تاخدش الطعم بتاع البصل ولا التوم. ممكن إيدك نفسها مكانها بصل أو توم وانت بتقشري التوم والبصل، فخلي بالك من الحاجات الصغيرة دي، مهمة جدا على فكرة. هنجيب الكاسات، ممكن نقدمه في كاسات، ممكن نقدمها في بايركس إزاز عادي، طبق كده طبق العيلة كبيرة ونقطع منه، ده اختياري يعني. والمكرونة على النار. شفت أنا منظم وقت إزاي؟ أول ما طلعنا بالحلقة في ماتيريال والترابيزة والكاونتر بتاعي زحمة وفي حاجات كتيرة ولازم بعلمك ازاي تنظمي وقتك في الساعه اللي انت واقفه فيها في المطبخ، او الساعتين او الثلاث ساعات، ربنا يديك الصحه وطيله العمر. تبداي بايه وتنهي بايه، وايه اللي تحطيه على النار وتشتغلي جنبه ايه، وده مطلوب منك تنظيم التايم بتاعك او الوقت بتاعك وانت واقفه في المطبخ. حلوه قوي. اخبار المكرونه ايه؟ نبص عليها واحنا واقفين من بعيد كده. بسبتيولا كده ونهزر معاه من وقت للتاني. بص 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 على التقليب، هو ده. شفت الحلاوه دي؟ كهي دي اهي المكرونه اهي اهي. اوعى تلزق منك، نار هاديه الله. والمكرونه لما بتكمل سواها يا اخوانا مع البهريز والصوص ده بيتعرفوا على بعض. ما ينفعش اصل المكرونه تسويه كامله وابدا احط عليها البولونيز او اي صلصه انت حباها. المكرونه في سكه والصلصه اللي انت عاملاها في سكه. انما لما المكرونه تستوي مع البهريز والصوص ده يا اخوانا بتاخد نفس الطعم. حلو قوي، ومهدي النار وزي الفل. طيب الحلو بتاعنا بسكويت ولوز وفراوله. هنجيب بوله صغيره كده زي دي، حلوه كده، وناخد المهلبيه ومخرجنا من اول ما بنعمل بروفه اللي علمنا عليها الاستاذ عوض، ربنا يديله الصحه وطوله العمر، استاذنا. والله ما كنتش بعمل بروفه خالص، كنت بطلع على طول. خبره. ولكن قال لي يا شيف مغاز، قلت له نعم يا باشا. قال لي البروفه دي بتحضرك وبتجهزك
انك تطلع باحسن مستوى. لو انت في ليفل 7 بقيت بليفل 10 وهكذا. حلو. المهلبيه لما انا بغطيها والبلاستيكيه الصغيره دي كده اللي عامله لنا مشكله علشان ما تعملش طبقه، وده المطلوب انك تحطيها في الثلاجه بالشكل ده كده اهو. بصي دي مهمه جدا على فكره، دي لو مش موجوده المهلبيه بتاعتك هتبوظ، هتعمل طبقه اللي هي القشطه وطبقه هتعكسك وهتضايقك وانت بتضربيها وبتعمليها في مع البسكويت. بشيلها على جنب، ده الطبيعي اهو، مخسرناش حاجه. ومخرجنا بصراحه تفهم الموقف وقال لي خلاص طالما انت عايزها يا شيف خليها، وانزل بها كده اهو. شفت الحلاوه دي كده؟ هو ده، دي بقى لو موجوده ولا هنلاقي الحلاوه دي. نخفقها كويس بالمضرب حتى تكون قوام لطيف. عملتها بايدك، انا بعشق طعم الفانيليا. الفانيليا دي طعمها لطيف جدا، وبحب ريحه الفانيليا، وبنفضي كيس الفانيليا كده في قلب الحليب وبيغلي، ونعمل السحلب مع العيش الفينو حكايه. ده العشاء الشتوي واحنا قاعدين فاتحين القناه الاولى كده بصراحه. شفت الحلاوه دي كده؟ شفت القوام ده؟ هو ده، هو ده. ممكن تحط بقى هنا شويه لوز، تحط شويه فول سوداني، تحط شويه جوز الهند، تحط فراوله، تحط بلوبري، تحط كريز احمر، زي ما انت عايزه. دي جاهزه عندك، لونيها وشكليها وطعميها زي ما انت عايزه. خلي دي كده على جنب، وعشان وقتنا سرقنا، والطبيعي الوقت لما بنشتغل فيه وبنبذل مجهود فيه، وده بيحصل في كل مؤسسات الشغل وفي كل الاماكن، لما بنشتغل الوقت بيعدي بسرعه، ولما بنشتغلش بيعدي كانه سنه. يقول لك يا عم الحكايه في ايه النهارده؟ اليوم تقيل النهارده ليه كده؟ هو ده المكرونه ايه؟ الله، انا بهدي لك المكرونه دي يا مخرجنا، ما اقولكش تاكل صابعك وراها. دي عدله، شويه جبنه مبشورين. ما عندكيش جبنه بارميجان اللي هي الغاليه، هات الجبنه الرومي وبشريها، هتدعي لي. بس خلي بالك لما بقول المزمبلاس والمطبخ رؤيه وفن وابداع، انا هحط جبنه رومي يبقى انا اقلل الملح. شفت بقى الفكر جاي منين؟ ده التخطيط للاكله. عشان كده انا بشوف الاكله وانا بشتري المشتريات بتاعتها. بتخيلها وانا بشتري مشترياتها. هحط جبنه رومي يبقى انا ارفع ايدي من الملح، لان الجبنه الرومي بطبيعتها ملحها كتير. خلي بالك ده مهم جدا. ولكن الجبنه اللي معايا دي جبنه ايه؟ شيدر، ملحها قليل شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، وده اختياري برضو. ويفضل اضافه الجبنه على المكرونه وهي سخنه، مش بعد ما تبرد. عايزه تقلبيها اهلا وسهلا، خليها جنب الطبقه كده. اللي عايز يزود في طبقه اختيار، حلو قوي. ونخليها جنب المكرونه، حلو. نعم، عينيه، عايز يخدرها. مخرج شاطر، خدرها لك بشويه ريحان كده متقطعين ناعم، او بقدونس. طيب اللي معاك ده بقدونس ولا ريحان يا مغازي؟ انت متعود على الصراحه وراجل طيب وبيحب صراحتك. ده بقدونس مفروم بالسكينه ناعم. حلو الكلام. تعالوا نشوف الحلو بتاعنا. اغير الجلافز تاني معلش عشان مسكت البقدونس بايدي. انا عايزك كده زي في المطبخ، ونبدا نشتغل ايه ونلعب شويه كده ونهزر مع الكاسات دي. خلص الوقت واحنا شغالين، اهلا وسهلا. نعمل واحد واثنين، اهلا وسهلا في عمل الكاسات. هنعمل اول حاجه نحط المهلبيه في قلب الكاسه. اللهم صل على النبي. معانا فراوليه، نحطها هنا كده. فراوليه، فراوليه. والفراوله ما اقولكمش احنا مرزقين والله العظيم، حكايه طعمها لطيف وحلو. حلو كده طفولي. والبسكويت لما بيدوب مع المهلبيه دي خلاها خفيفه، بيبقى طعم البسكويت حلو قوي على فكره. والحلو ده من مثل انه يقعد في الثلاجه يوم واثنين وثلاثه، وتعمليه كاسات تحطها في التلاجة. ابنك صاحب الليل بيذاكر، ربنا يخليهولك، بنوتك الحلوة، جوزك طلع فتح التلاجة هيفتح يلاقي حاجة حلوة، مش هيلاقي حتة جاتوه مركونة في التلاجة بقالها شهر. تعالوا نبدأ نحط الفراولة دي كده وأنا شغال. شفت الحلاوة دي كده أهو،
مخرجنا الجميل الله يسعدك يا رب، انت حبيبي وانا بحبك. انا هشتغل على كاسه لان الوقت ايه سرقنا اهو، وهعمل الكاسات كلها باذن الله. بس اهو وانا شغال كده اهو، بص الحلاوه دي كده اهو اهو، شفت الحلاوه دي كده؟ دي مكانها حلو كده يا عم ملاح، ايه رايك؟ اهو اهو تعالوا نحط كده اهو، واشتغل كده واحط مهلبيه. طبعا وقتنا سرقنا لان انا بحب اشرح بالتفاصيل واشتغل مع حضراتكم بكل امانه وصدق اهو. مطبخنا النهارده البساطه والسهوله والمرونه، قدرنا نعمل افكار بسيطه وسهله باقل تكلفه، نخترق المطابخ الغربيه والشرقيه بطعم مصري وبخفه دم مصريه، اذا كان من حته اللحمه المشويه او الستيك المشوي بالمشروم، مكرونه بينا عملناها بمدرسه المغازي، الحلو اللي انا شغال فيه ده الطفوله الحلوه، ده لا موجود لا في محل حلويات ولا موجود عند اي حد غير من ايدك الحلوه يا امي. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.